حضرتك اهلا اهلا بالاستاذ برهوم بالسيلي. يا هلا استاذ برهوم بالسيلي، اهلا وسهلا. ما في شك انه اسمك بعالم الصحافه معروف، بس ما قلت لي شو بتريد؟ بصراحه انا جاي اشوف اذا بقدر اتوظف بجريدتك، لانه الجريده اللي كنت اكتب فيها سكرت ويا حرام افلست. يا هلا، خبرني عنك اكثر شوي. بصراحه انا بسمع كثير عنك، بس بعد ما حصل لي الشرف ولا مره اقرا شي من مقالاتك المكتوبه. باختصار، برهوم بالسيله هو عنوان الجرأة والقلم المسم. حلو، مثل شو كتبت مؤخرا؟ من كم يوم كتبت مقالة عن واحد معروف، أنا شرط عرضه، قلت عنه سريلانكي بيخدم عند معلمه، وقلت عنه مشهور مثل ماريكا وعفاف، وقلت عنه زعبوط قد الندفة، وقلت عنه جعيري بيهوش أو لك شو مقالة، شو مقالة، بش 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 فعلا بش. وشو كمان؟ كل مقالاتي هيك، هيدا برهوم بالسيلة. نسيت قلك كمان، قلت عنه سرماية عتيقة، ولك هالشمت وتهشيم. وهلا ألفت كمان مقالة بدي نزلها بعد، بقول فيها عنه انه هو انه دودة وصرصور. لا بش، شي حلو كتير. تسلم قلمي يا استاذ، ما في خيو بالبلد ومقالاتي ولا اسم. نسيت اقول لك كمان، كتبت عنه لهيدا صاحبنا جمله وقلت له باخرها انقبر يا ابو بس شلت الطه لان الناس بيفهموا. حلو كتير، والجريده كانت تنشر لك مقالاتك؟ معلوم، فكرك ليش انا جاي اطلب تتوظف بجريدتك؟ اوكي اوكي، قبلتك موظف بجريدتي، تفضل معي. هودي الحمامات هون. يا استاذ برهوم بالسيلي، وظيفتك رح تكون يا استاذ برهوم بالسيلي انك تنطر كل شخص او موظف جاي يفوت على التواليت تعطيه مقالي من مقالاتك. مرحبا الاذن. لحظه مستوي، لحظه اتفضل، هيدي مقالي انا كاتبها. اعطيه طيبه، مش شايف حالته؟ تفضل. انا لا ما بيطلع لك واحد، هدول كلهم انا كاتبهم. ها قلت لي قلمك مسم. ايه